السلام عليكم، أهلا وسهلا. هذه سجادة المسلم الصغير، The Little Muslim Prayer Mat. السجادة صممناها بشكل سهل وبسيط بحيث الطفل يقدر يستخدمها لوحده من دون أي مساعدة من أحد، لذلك وضعنا فيها فقط الأزرار الضرورية لتشغيل الصلوات. زي ما بتشوفوا على السجادة فيها زر التشغيل الباور، بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها أزرار الأذان والإقامة الموضحة هون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأيضا فيها أزرار للصلوات الخمسة، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء. كل صلاة فيها زرين، زر لصلاة السنة وزر لصلاة الفرض، بالإضافة إنه في عندنا زرين للتحكم بالصوت البلس والماينس. لأداء الصلاة الموضوع بسيط كالتالي، فقط تضغطوا على زر الصلاة المطلوبة ثم تضغطوا على زر القفل. زر القفل بيخلي السجادة ما تأخذ أي أوردر جديد، بحيث الطفل هو بيصلي إذا لمس أي زر آخر السجادة ما تتجاوب مع هذا الأوردر وما تأخذ أي أوردر جديد حتى تنتهي الصلاة كالتالي. أشهد أن لا إله إلا الله. في ركعات فجر بير، ركعتان فرض صلاة الفجر. الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك. وبالتالي تستمر الصلاة حتى النهاية، من البداية من سورة الفاتحة حتى الركعة الأخيرة والتشهد والصلاة الإبراهيمية والسلام.